السلام عليكم ورحمة الله وقادكم بكل خير يا أعزائي المشاهدين. إذا كنت تستخدم هذا التطبيق على أجهزة ويندوز 10 و 11، أول ما تقوم بالفتح هذا التطبيق، طبعا هذا التطبيق الناس اللي ما تعرف، هذا التطبيق لإرسال الفيديوهات والصور والملفات عن طريق لاسلكي بدون كيبل بدون أي شيء من خلال أجهزة الأندرويد والآيفون مباشرة على أجهزة ويندوز 10 و 11. أوكي، ما هو المشكلة؟ لما تقوم بالفتح التطبيق يفتح معك بهذه الطريقة 10 ثواني، مرات 5 ثواني، وراح يغلق معك بشكل تلقائيا. ان شاء الله من خلال هذا الفيديو سوف نحل هذه المشكلة. Let's go. طيب يا اعزائي المشاهدين، نحرك الماوس الى قائمة البدء الفأرة، نضغط على كليك اليمين، وبعد ذلك نضغط على الاعدادات. اول ما يفتح معك الاعدادات تروح على الخصوصية والامان اللي هي قبل الاخير الى الويندوز التحديث مباشرة في الاعلى، اضغط عليها. وبعد كذا نبحث على لوكيشن او خريطة او موقع الجغرافي، اوكي نضغط عليها. اوكي نسوي على تشغيل. طيب ننتظر شوية وبعد كذا نسوي هنا على تشغيل، ومن ثم إلى هنا تشغيل. الحين نقوم بالدخول على التطبيق لمشاركة الصورة والفيديوهات والملفات. خلاص الحين أمورك في السليم، إمكانك مشاركة الصور والفيديوهات والملفات والعديد باستخدام هذا التطبيق. والحين وها هو طريقة الحل. أعلمكم أتمنى كان واضح واستفدت على هذا الفيديو، أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.